يعني شوف أول شيء موضوع اللقاء اليوم أعتقد بنفكر فيه فكر بجدية في نقل أو تغيير مفهوم عمل الديوان ودور الرقابي وتعامله مع الجهات الحكومية المختلفة. الديوان لا يجب أن ننظر له بأنه هو الجهاز الذي سوف يأتي ليبحث عن الأخطاء. الديوان سوف يذهب إلى الجهات الحكومية ليحقق هدف واحد، حماية المال العام وتحسين الحياة للمواطنين. الحفاظ على المال العام هو الهدف الأساسي لجميع الجهات، للحكومة وللسلطة التشريعية وللديوان. الديوان هو معين للسلطة التشريعية ومعين للحكومة، يوجه الحكومة أو الوزارات المعنية بنقاط الضعف ويوجه أو يبين للسلطة التشريعية وين المجالات اللي يمكن للسلطة التشريعية أن تلعب فيها دورا من خلال ممارسة دورها الرقابي اللي منحها إياها الدستور. وبالتالي للديوان دور كبير، ولهذا العنوان دور كبير في تغيير المفهوم. لم يعد العملية رقابة وترقيق فقط، إنما أصبحت رقابة وشراكة في الحفاظ على المال العام.